بالتأكيد يا فارس، وكان معانا دور مهم جدا في هذه البطولة، يعني فريق المرتبط اللي لسه كنا بنتكلم عنه. فمعانا يعني كابتن يعني محمد أشرف توفيق اللي عمل رقم الحقيقة، وكان رقم صعب في تحقيق الفوز للنادي الأهلي في هذه البطولة. يا مساء الفل يا كابتن، وألف ألف مبروك يعني التتويج للعام الرابع على التوالي كنادي أهلي، والمرة التاسعة في تاريخه ينفرد ويفض الاشتباك مع نادي الاتحاد السكندري ببطولة المرتبط، اللي بالتأكيد فريق المرتبط كان له دور كبير جدا 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 في تحقيق الفوز بهذه البطولة. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يخليك، ألف مبروك لحضرتك ولجمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة. إحنا أكيد سعداء باللي بتحققوه، ولكن أنا عايز أنقل لحضرتك حاجة. يمكن جمهور النادي الأهلي قبل ما كان بيبارك في كل مرة لفريق النادي الأهلي بحصوله على بطولة المرتبط أو تخطي أحد الأدوار، كان بيروح لفريق المرتبط وبيروح لشباب النادي الأهلي وبيبارك لهم وبيثني على جهودهم وبيثني على جهود حضرتك. أنا عايز أولا طبعا أكيد أشكر حضرتك، وثانيا عايز حضرتك تكلمنا على حالة التفوق اللي قدر فريق المرتبط يحققها، وازاي كنت بتعدهم نفسيا لمواجهات صعبه، وان هم يمنحوا الافضليه دايما لفريق اوجاستي وكتيبه اوجاستي. والله اولا احنا طبعا الجمهور النادي الاهلي دايما في كل الالعاب الحافز رقم واحد يعني لاي فريق في النادي. احنا البطوله كانت صعبه جدا، كان فيها مراحل صعبه جدا، كان فيها ظروف صعبه. الحمد لله يعني من اول دور المجموعات لحد بعد كده دور الثمانيه، ماتشين الزمالك من ضمنهم جيم الزمالك في الزمالك، ومرورا بالاتحاد، مرورا باخر جيم حتى الفاينل. احنا كجيل 2006 2007 في الناشئين، كمان كقطاع ناشئين نادي سموحه دايما معروف في قطاع الناشئين، عنده قاعده كبيره جدا، ودايما هو يعني خلال الفترة اللي فاتت هو المنافس لينا الأول في الناشئين تقريبا في معظم البطولات. فكمان جالنا الفاينل، فريق سموحة فرقة محترمة جدا جدا جدا، يمكن احنا ممكن نكون في المنتخبات حتى في الأجيال دي في الناشئين بيبقى أكبر عدد في الأغلب أو في معظم الأجيال أهلي وسموحة وكذلك. فالحمد لله يعني صراحة الأولاد عملوا ماتشات كويسة جدا بالذات تحت الضغط. يعني طبعا موضوع الإعداد النفسي، احنا كان موقف كان صعب قوي بالذات في الماتش الثاني، بالذات احنا كسبنا أول جيمين، جيم المرتبط بعد كده جيم الدرجة الأولى اتحسن بشكل كبير، الفارق وصل ل 30 نقطة. فكان إن احنا نقدر نحفزهم إن احنا الجيم بتاعنا اهميته قد ايه، وان احنا لازم نخلص من عندنا وما نديش حتى فرصه لو 1% ان جيم الدرجه الاولى يكون مؤثر. فالحمد لله الاولاد ظهروا بشخصيه يعني محترمه جدا جدا جدا، طبعا هم لهم فضل كبير طبعا بعد ربنا. يعني كانت مواجهه يا كابتن، مباراه النهائي كانت مواجهه بين فريقين في المرتبط زي ما حضرتك بتتكلم عن قوه فريق سموحه، فريقين لم يتعرضا لاي هزيمه، ولكن كانت المباراه الاولى و افتتاح الطريق لتحقيق البطوله، كان طبعا فوز كان صعب جدا. يمكن المباراه الثانيه برغم صعوبتها وبرغم انها هي اللي هتعلن فوز النادي الاهلي، ولكن كان اداء الفريق افضل من المباراه ونتيجه الفريق افضل من المباراه الاولى. لكن خلينا انقلك للحديث اللي بيتم في هذه البطوله ما بين لاعبين فريق المرتبط ولاعبي الفريق الاول، ما بين الجهاز الفني لفريق المرتبط وجهاز الفني للفريق الاول اوجستي، كواليس الحديث مع المدير الفني، وهل في تواصل مستمر في هذه البطولة ما بين الجهازين الفنيين؟ طبعا احنا عندنا في يعني في النادي الاهلي احنا الحمد لله في قطاع الباسكت بالذات يعني في ترابط كده دايما بين الجهاز يعني الناشئين مع الدرجة الأولى دايما، بالذات كمان بقى البطولة دي الفرقتين مرتبطين ببعض، كان في دعم طول الوقت من الجهاز الفني الدرجة الأولى، سواء كوتش أوجستي أو كابتن أحمد الجرحي كان على طول يبقى متواجد معانا، كابتن رامي دياسطي. يعني كان في احنا بنشتغل اكننا فرقه واحده تقريبا، وده على فكره مش حاصل بس من يعني مش بطوله المرتبط بس، يعني احنا حتى معروف ان قطاع الناشئين دايما بيمد الدرجه الاولى بلعيبه كتير. احنا حتى الفرقه ال 18 سنه في حوالي 4 لعيبه كانوا متصاعدين خلال السيزون بيلعبوا مع بيتمرنوا كتير جدا فتره طويله مع فرقه الدرجه الاولى.
الحمد لله يعني دايما احنا في ترابط كده بين الجهازين، بنشتغل يعني في يعني على خط واحد يعني. أكيد. دايما يكون في ترابط، وهو ده طبعا النادي الاهلي. لكن سؤال شخصي بقى كابتن، يعني كابتن ابن الكابتن القدير يعني الكابتن اشرف توفيق اوجستي بيقترب الان من الالقاب، من الرقم المسجل باسم الكابتن اشرف توفيق مع النادي الاهلي 13 لقب، اوجستي بيقترب لرقم 10. الانطباع العام كده بقى وانت بتشارك في هذه البطوله من ومساعدتك اللي بتقدمها من اجل كاس الرقم الوالد. والله يعني ده شرف ليا الحمد لله، يعني نتمنى كده ان النادي الاهلي دايما بيبقى بطولاته ما بتقفش، واحنا بقالنا فتره كبيره الحمد لله حوالي مثلا 20 سنه احنا اكبر فرقه وحاصله على بطولات في الباسكت وبفارق كبير جدا عن اقرب منافس يعني. فنتمنى ان احنا نبقى بنكمل المسيره دي ايا كان مين اللي بيكسب يعني. الحمد لله الحمد لله احنا كلنا يعني بالذات بطوله المرتبط دي بتبقى ليها فرحه خاصه، لانها يعني بتوصل رساله ان احنا لا النادي مش بيكسب حتى بمكاسب زي مثلا بالصفقات او لا، احنا عندنا قاعده كبيره جدا، في مدربين كتيره جدا شغاله تحت، في سيستم وفي نظام شغال وكله مربوط ببعضه بيكمل بعضه، الناشئين بيمدوا الدرجه الاولى زي حضرتك شايف كده بولاد النادي، ده حقيقي بطوله خاصه يعني الحمد لله. الحمد اكيد لله. يا كابتن محمد اشرف توفيق، واكيد كنت تستحق الشكر من مستر اوجستي، الراجل لم يكتفي بشكرك يعني بينك وبينه او في الغرف المغلقه، ولكن كان حريص ان هو يوصل لك الشكر امام الجمهور على حسابه الشخصي، وكمان احنا بنشكرك زيه، وان شاء الله بنتمنى مشروع مدرب كبير جدا للنادي الاهلي في كره السله. بنشكر حضرتك جزيلا ودايما نكلمك والنادي الاهلي بحقق البطوله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.